يقول: اذا امرني والدي ان اطلق زوجتي وهي امرأة صالحة، هل يجب علي طاعته؟ لا تجب عليك طاعته في طلاق امرأتك، لان الطلاق انما يكون عند الضرورة، وانت صالحة لك زوجك وفيها دين وفيها خير، فلا يلزمك انك تطيع والدك في هذا. قد يكون بينه وبينها شيء من سوء التفاهم، فلا تطلقها، ما يلزمك تطلقها. إن طلقتها من باب يعني حسن التعامل مع والدك فلا بأس، أما يلزمك اللزوم لا، ما يلزمك. قصة عمر رضي الله عنه مع ابن عبد الله هذا خاص بعمر، أما غيره ما يلزم. نعم. يقول: هل يجوز أخذ مال الأيتام للمتاجرة فيه لحساب الخاص؟ لا، ما يجوز التاجر به إلا على صفة مضارب، لك جزء من الربح والباقي لهم، الباقي لهم، يكون الربح بينك وبينهم.